مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في أينما كنتم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن والأسى ودعت مدينة برشيد أحد رجالتها المرحوم حبيب الله محمد الملقب بالفقيه المزابي من أصل المزابي، أحد الرجال حافظي القرآن الكريم كتاب الله. كان فقيها معروفا لدى العائلة الحريزية كبيرها وصغيرها، حيث تلقن جل أبناء وبنات الدرب الجديد للزمن الذهبي بالمدينة، كما كان له حضور قوي في كل المناسبات، كما كان المأموم في صلاة الجمعة رفقة الإمام المرحوم السي حسن الغربي بالمسجد الأعظم. بعد المرض الذي ألم به ولم ينفع معه علاج وتدهورت صحته، احتضنته ابنته الوحيدة المقيمة بسطات إلى أن لب نداء ربه وذهب إلى دار البقاء، فرحم الله الفقيه داعين له بالمغفرة وأن يجعل الجنة مسكنه، سائن الله جل جلاله أن يلهم ابنته الوحيدة فاطمة وزوجها السي أحمد مع سبطته وباقي أفراد الأسرة الصبر والسلوان لفراقه الأبدي، وكل معارفه والجيران ورفاق دربه الفقيه السي العربي والفقيه الحاج ميلود وآخرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي صلاة